ناس كتير بتسأل ان هم مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا باللايك، ولو انت لسه اول مرة تتفرج علينا ياريت تشترك في القناة. طيب لسه برضو مكملين، بقول لك هنا في كوتشن نمبر 18 بقول لك هنا the lines of an arc of circular sector L and the measure of its angles 1.2. يعني اقول هنا كده theta radian هيكون equals 1.2 and the radius of its circle R then its perimeter. انا عايز هنا الايه البريميتر. طيب انت عارف برضو ان البريميتر بيكون ايكوالز الايه ايه 2R plus L 2R plus الايه L ما دام هو ده البريميتر. طيب انت عندك ال L، هو قال لي هنا ال L ب L. طيب الريديوس قال لك هنا الريديوس هنا ب R. طيب برضو نفس الكلام، انت مش لسه قايلين من شوية ان في الترم الاول اخدنا بيقول لك ان سيتا راديان بيكون ايكوالز لينث اوف ذا ارك اوفر ال R، length of the arc over the r. يعني علشان نجيب ال l دي اصل over 1 نعمل cross multiplication، يبقى ال l بيكون equal to ايه theta radian multiply ال r. يبقى نشيل هنا ال l نحط مكانها theta radian multiply ال r. طب هنا قال لك اصلا ان theta radian بيكام 1.2، فهنعمل هنا substitution، يبقى هنا 1.2 وجنبها هنا ال r بس. يبقى البريميتر هيكون ايكوال زي 2R بلس ال L، ال L اللي هي بكام 1.2R، ومنها 2R بلس 1.2R هيطلع لك هنا بكام. يبقى البريميتر هيكون ايكوال 3.2R. فهمت الفكرة؟ فهمت الفكرة كده ازاي؟ انت بتحاول على حسب الجبن اللي معاك بتطلع اي ريليشن، بتطلع اي ريليشن على حسب الايه الجيفن اللي معاك. طيب تمام كده تمام. تعال كده نجرب برضو او نشوف كوتشن نمبر 19. بقول لك هنا the area of the circular sector by r square over 6 by r square over الـ 6 سنتيمتر سكوير، وال r هنا يعتبر الـ length of its radius then the measure of its angle equal measure of its angle equals. بص يا سيدي، خلي بالك ان الاريا احنا قلنا قبل كده اللي هي رول، هو عايز الانجل وبالديجري. احنا قلنا قبل كده ان الاريا بيكون ايكوالز للاكس ديجري اوفر 360 ملتبلاي باي ار سكوير باي ار سكوير. طيب تعالى كده نعمل سبستيتيوشن، وقال لك الاريا باي ار سكوير اوفر 6 equal x degree اللي احنا عايزينها اصلا over 360 multiply برضو by r square. احنا ممكن نعمل ايه هنا؟ هنكنسل هنا by r square مع by r square، دي اصلا هنا over 1 over 6 equals x degree over 360. بعد كده هتعمل cross multiplication، يبقى x degree equal اللي قصادها الاوبوزيت اللي بيتكتب هنا في الديرمينيتور، وهنا 1 multiply 360 360 هتطلع بكام؟ ب 60 ديجري. طيب عندك هنا الانجل هنا هتكون ايكوالز لايه 60 ديجري. تمام كده تمام. شوف اللي بعديها بيقول لك هنا برضه في كوتشن نمبر 20 بيقول لك the perimeter of circular sector equals 24 سنتيمتر. البريميتر هنا بيكون ايكوالز 24 سنتيمتر and the length of its arc equals 10 سنتيمتر، يبقى اللينس بتاعت الارك 10. انا عايز الاريا، قال لك ان احنا عايزين نجيب الاريا. طيب تعالى كده نشوف الاريا بيكون فيه ايه. انت عشان تجيب الاريا، الاريا بيكون ايكوالز لايه؟ عندك هنا باي بيقول لك الاريا اوف اتس سيركل. اريا اوف سيركل انا كنت بحسب وعايز الاريا السيركلر سيكتور، الاريا بتاعت السيركل بيكون ايكوالز باي ار سكوير باي ار سكوير. وبعدين بقى ايه انت ما عندكش الراديوس،
ما عندكش الريديوس. بس قال لي هنا في بريميتر، يبقى البريميتر هنا بيكون ايكوال زي 2 ار بلس ال ال. نعمل كده سبستيتيوشن، البريميتر هنا ب 24 و 2 ار زي ما هي بلس ال ال اللي هي بكام؟ ب 10. وهنودي دي هناك، هنودي دي هناك، فيكون عندك ان 2 ار ايكوالز 24 ماينس 10، يعني 2 ار ايكوالز 14، يبقى الار هنا بيكون ايكوالز الايه؟ 7. يبقى كده عرفت ان الريديوس هنا بيكون ايكوالز 7 بس. يبقى هنا هنسيب الباي دي زي ما هي، ار سكوير اللي هي بكام؟ ب 7 باور 2 الايه؟ الباي 49 باي 49 الايه؟ الباي. وبس كده. كنا في question number 21، if the area of the circle is 53.6 then the area of circular sector of this circle such that the measure of its central angle equals 67 degree and 30 minutes. طب احنا عندنا قانون بيقولك هنا ايه؟ ان area of circular sector over over ايه؟ area of the circle بيكون ايكوالز لاكس ديجري اللي هي الميجر بتاعت السنترال انجل لاكس ديجري اوفر 360 اللي الاريا او الميجر بتاعت الايه؟ السيركل كلها. الميجر بتاعت السيركل كلها. تعال بقى نعمل سبستيتيوشن. اريا اوف ذا سيركلر سيكتور اللي هو جايبها لك بكام؟ 53.86 اوفر اريا اوف ذا سيركل. لا ده ديت معلش، الاريا بتاعت السيركلر سيكتور اوف ذس اللي هو عايزها اصلا. Area of circular sector over area of the circle اللي هو بكام؟ 53.6. والx degree اللي هو جايب لك الانجل هنا 67 degree 30 minute over 360. نعمل cross multiplication. يبقى هتكون هنا equals الarea الاوبوزيت ليها بيكون هنا 360 هنا، وهنا 53.6 ملتبلاي 67 ديجري و 30 مينت. افتح كده الكالكليتور واقول له هنا 53.6 ملتبلاي 67 ديجري 30 مينت اوفر 360. هنضغط هنا على القمة هتلاقي هنا 10.05، فالاقرب ليها هنا هيكون ان الايه؟ ال 10. طيب question number 22 هنا بيقول لك ايه؟ The area of the circle 490 and 5 over 8 centimeter square then the area of the circular sector from this circle with the arc. الارك هنا بيكون equals ليه؟ بيقول لك الارك of its length equals 32 centimeter. طيب تمام كده، تمام جدا. في عندنا برضو رول ممكن ما قلناهاش خالص واحنا بنشرح الدرس ده، نفس الفكره برضو زي اللي فاتت برضو. احنا كنا قلنا هنا ان الاريا اوف ذا سيركولر سيكتور اوفر اريا اوف ذا سيركل بيكون ايكوالز الاكس ديجري او الانجل هنا او السنتر انجل اوفر 360. دي برضو نفس الكلام، اريا اوف ذا سيركولر سيكتور اوفر اريا اوف ذا سيركل بيكون ايكوالز لينث اوف ذا ارك، لينث الارك بتاعت السنتر انجل. مش انت عندك هنا بص دي مثلا سيكتور هنا اهيت، الانجل هنا، الانجل هنا دي سنترال انجل، ده القانون بتاع السنترال انجل، وده الرول بتاعت اللينس اوف ذا ارك اوفر سيركمفرنس اوف ذا سيركل اللي هي بيكون ايكوالز 2 باي ار. تعالى بقى نكتب الكلام ده هنا، تعالى بقى نكتب الكلام ده هنا، اقول له هنا اريا اوف سيركولر سيكتور over area of circle هيكون equals length of the arc over 2 pi r اللي هو الايه؟ circumference بتاعت الايه؟ السيركل. تمام كده؟ تمام. ولكن ال area of the circle 495 over 8 over area of the circle بيكون equals، بقول لك هنا area of the circle، لا يبقى العكس. Then the area of circular sector from its whose area، يبقى نحط هنا الاكس الاكس او الام اللي هو الكوتشن مارك، يعني area of the circle هيكون 495 over 8 length of the arc
length of the arc اهو لك الارك هنا of length 32 over 2 pi r over هنا ايه 2 pi r تمام كده هيكون هنا 2 pi ال دي ال r ماشي تعالى بقى نعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى نقول الاكس هنا بيكون ايكوال الاوبوزيت ليها 2 باي ار واقول هنا 32 ملتبلاي 495 اوفر الاي ال 8 نمسك كده الكليتر ونشوف نعمل باور شيفت فراكشن اقول هنا 490 واطلع هنا اقول له 5 اوفر ال 8 قول له هنا multiply 32 over 2 multiply ال باي وقت الشيفت باي multiply الريديوس هتجي تبص هتلاقي ان الريديوس هنا مش موجودة يعني الريديوس هنا مش موجودة طب اجيبها ازاي خلي بالك نقول لك area of the circle 490 and 5 over 8 هنجيبها بقى من الرول بتاعت ال area of the circle انت طبعا انت عارف ان ال area of the circle بيكون equal to by r square باي ار سكوير فهنعمل كل ده هنا كده فيبقى عندك هنا الاريا بيكون ايكوالز عشان تجيب الار يبقى الار سكوير هيكون ايكوالز الاريا ديفايد الاي الباي ما عايز انا عايز اجيب الار يبقى تخلص من اللي جنبيها اللي هي الباي الاريا بيكون ايكوالز هنا 490 و5 اوفر ال8 ديفايد الاي الباي ديفايد هنا الاي الباي تعالى كده نشوف اهوت هنعمل فراكشن وبعد كده اقول له شيفت فراكشن اقول له هنا 490 واقول له هنا 5 اوفر ال 8 ديفايد باي ممكن اقول له شيفت باي بيكون ايكوالز 156.17 ده مين ده؟ ده الراديوس بس ده الار سكوير ده اللي هنا الار سكوير اقول له هنا روت الانسر الاخير اللي احنا طلعناه 12.4 يعني لو عملتها بالابروكسيميت 12.5 على فكره لما نيجي ناخد السكوير روت هيطلع لك ان الار هنا بكام هيطلع لك 12.5 نبدا بقى نحط هنا الريدس هنا مكانها هنا نحط ايه 12.5 ونطلع كل ده اهوت 32 ملتبلاي شيفت فراكشن برضو 490 وقالوا هنا 5 over 8 انزل تحت كده 2 multiply الباي multiply 12.5 199.89 يعني لو عملتها بالابروكسيميت هيطلع في الاخر بكام 200 فالانسر هنا هيكون ايه 200 طيب question number 23 هنا بيقول لك the arc هنا بيقول لك هنا the arc of a sector is of length 4L length بتاعت الارك 4L and the length of the radius of its circle equals the R انا عايز البريميتر طيب انت عندك هنا البريميتر بيكون equals ل 2R plus ال L 2R plus ال A ال L صح كده صح طيب انت عندك هنا بيقول لك ان ليه ان ال L هنا بيكون equals ل 4L فأقول هنا البريميتر بيكون equals لـ 2R plus الـ L اللي هيكون equals 4L 4L هناخد الـ 2 common factors هيطلع لك هنا إيه R plus 2L R plus 2L موجودة هنا أهي 2 و R plus 2L أهيت هيكون هنا إيه letter C وبس question number 24 بيقول لك the length of an arc in circular sector is L the measure of its angle is theta radian and the length of the radius of its circle is R then the perimeter of this sector طب انت عندك برضو ان البريميتر بيكون equals لـ 2R plus الـ L 2R plus الـ L طيب جاء لك هنا ان الـ ان الـ length of the circular sector بـL والانجل هنا بالـ theta radian طب انا هعمل ايه طبعا انا لسه قايل لك من شويه ان الثيتا راديان بيكون ايكوال ذا لينث اوف ذا ارك اوفر الار طب ال2 ار زي ما هي انا عايز اجيب ال ال بيكون ايكوال ذا ثيتا راديان ملتبلاي الار ثيتا راديان ملتبلاي ايه اشمعنى جبت القانون ده عشان انا ملاحظ ان هنا في هنا ثيتا راديان
يبقى اللينس اللينس اوف ذا ارك بيكون ايكوال تو 6 راديان ملتبلاي الاي الار. وده اللي احنا نعمله هنا, هنشيل ال ال دي ونحطه مكان هنا 6 راديان ملتبلاي الار, يبقى 2 ار بلس 6 راديان ملتبلاي الاي الار. هناخد الار هنا كومن فاكتور من هنا ومن هنا, هيبقى الريميندر عندك هنا 2 بلس 6 راديان اهيت, هتكون هنا ايه ليتر سي. وتشن نمبر 25 بيقول لك هنا ذا بريميتر اوف سيركولر سيكتور 35 سنتيمتر, يبقى البريميتر هنا يكون ايكوال 35 ولكن الاريا بيكون ايكوال 75. ذن ذا ميجر اوف اتس سنتر انجل ان راديانز. ركز بقى عشان السؤال ده ممكن يكون ايه رخم شويه, ممكن يكون رخم شويه. طب انت عندك هنا ان البريميتر بيكون ايكوال 2r بلس ال l. طيب هو البريميتر هنا ب 35 ولكن 2r 2r بلس ال l. ال l الريديوس او اللينس بتاعت الارك مش عندنا, بس ال l كده. طيب وبعدين هنسيب ال l دي كده ونودي دي هناك, هيكون عندك هنا 35 minus 2R. خلي بالك من ايه, من الريليشن ديت كان هنحتاجها كمان شوية. يبقى اللينس بتاعت الارك بيكون ايكوال 35 minus 2R. في مشكلة كده؟ لا. طيب والاريا, انت عندك طبعا ان الاريا بيكون ايكوال زي ايه half multiply ال l multiply ال r. الاريا هنا بيقولك 75 equals the half multiply ال L multiply ال A ال R ال L R. هنا انا عايز اتخلص من ال half دي, فنعمل هنا multiply 2 ودي برضو multiply 2, هنشيل دي مع دي ودي هتطلع لك ب 150. يبقى ال L R equals 150. يبقى انا كده عرفت اطلع two relation between ال area وال perimeter. طلعت هنا قانونين من ال area وال perimeter. لحد كده تمام تمام قوي. خلي بالك ان هو عايز الانجل بالسنترال, سنترال انجل بالراديان. عارف بقى ايام ثالثه اعدادي بقى انت بقى عندك هنا تو ايكويشنز, الايكويشن دي والايكويشن دي, بنعمل بقى سبستيتيوشن. هنعمل هنا بقى ايه سبستيتيوشن, هنشيل ال ال ونحط من هنا ونحط مكانها ايه 35 ماينس 2 ار. يبقى الار دي زي ما هي ملتبلاي ال ال اللي هي بتكون هنا 35 ماينس 2 ار. كل ده بيكون ايكوالز الايه 150. ار ملتبلاي 35 هيكون هنا 35 الار ماينس 2 ار سكوير ايكوالز 150. طبعا انت اكيد عارف انك هتعمل هنا فاكتوريزيشن, ما دام لقيت الار سكوير والار هتعمل فاكتوريزيشن, يبقى انت لازم تساويها بالزيرو. هنودي دول هناك عشان الار باور 2 تكون بالايه بالبوزيتيف, يبقى 2 ار سكوير ماينس 35 الار بلس 100 ايه ال 50. كل ده بيكون ايكوال زي ايه الزيرو. تمام كده تمام يا مستر, تمام كده تمام. هنعمل بقى هنا ايه, هنعملها بالكالكوليتر, هنعملها فاكتوريزيشن اهيت. هنعمل هنا مود 5 3 ونكتب هنا 2 ايكوال نيجاتيف 35 ايكوال 150 ايكوال. قالك ان الاكس الاولى الاكس يعني الار ب 10 والثانيه هتكون ايه 7.5, الار الثانيه هتكون 7.5. هنسمي دي ار 1 ونسمي دي ايه ار 2, هنسمي دي ار 1 ونسمي دي ار 2. طب احنا من الار 1 هتطلع لينس بتاعت الارك. ايام ثالثه اعدادي لما بيجي تعمل هنا substitution انت بتطلع هنا two variables قيمتين او two values. انت طلعت الفاليو الاولى, انت كنت في الاساس اصلا كنت بتعمل comparing او relation between اللينس بتاعت الارك والاي والراديوس. انت طلعت الراديوس, بقى انا عايز اللينس بتاعت الارك, هنستخدم الايكويشن دي ونعمل بقى substitution اللي هي ال L بيكون equals 35 minus 2RR. هنعوض عنها فين؟ في الاثنين دولت. يبقى اللينس بتاعت الارك هيكون equal 35 minus 2 multiply 10 هتطلع لك بكام ب 20. يبقى اللينس بتاعت الارك هيكون ايكوال زي 15. طيب هنا
length of the R هيكون equal 35 minus 2 multiplied 7.5 هتطلع لك ب 15. يعني length of the R هيكون equal to 20. length of the R هتكون equal to 20. طيب وبعدين هو عايز الثيتا راديان. ما احنا عندنا قانون بيقول لك هنا ليه الثيتا راديان بيكون equal to length of the arc over the radius. وده بالظبط اللي احنا هنعمله. وده بالظبط اللي احنا هنعمله. يبقى الثيتا راديان هيطلع لي هنا two values قيمتين. هنجيب اللينس بتاعت الارك over الايه الراديوس يعني 15 over 10. يعني لازم بال 5 divided by 5 يطلع لك ب 3 divided by 5 يطلع لك بكام ب 2. يبقى اول واحده يا اما الفاليو الثانيه هتكون equals 20 over 7.5. لو انا على الكالكوليتر كده 20 over 7.5 هيطلع لك بكام 8 over 3. يبقى 3 over 2 و 8 over 3 3 over 2 و 8 over 3 هيكون هنا ايه letter C وبس. طب هنا بقى بيقول لك في question number 26 the area of the circular sector is A or radius of circle is doubled. الاريه والراديوس هنا بيكون ايه is doubled. طب تعالى كده نكتب الاريه. الاريه هنا بيكون equals A half multiply L multiply R ولكن ان الراديوس بقت دبل يعني بدل ما هنا بقت R هتكون هنا ايه 2R. ده كلامه يعني. Then its area becomes consider its central angle still constant. اه ده قال لك هنا central angle يعني هنا جايب بقى ايه الانجل. يعني ممكن نقول هنا نجيبها بالثيتا راديان. طب مستر ده بيقول لي السنترال انجل خليها بس بالثيتا راديان. خليها بس ايه بالثيتا راديان. احنا عندنا الاريا بيكون ايكوالز الاي هاف ملتبلاي الثيتا راديان ملتبلاي الاي الار سكوير. طب هنا بيقول لك لما يكون هنا الراديوس از دبلد يعني هيكون هنا ايه 2r. يعني الراديوس دي هيكون هنا 2r وبرده سكوير بدل ما هي r هتكون 2r. اه ملتبلاي الثيتا راديان برده ملتبلاي الهاف ولكن هنا الاريا يعني هيكون ايكوالز الهاف ملتبلاي الثيتا راديان وديت هتطلع لك ب 4r سكوير 4r سكوير. انت عندك ال 4 دي اصلا اوفر 1 هنشيل 1 مع ال 1 4 ديفايدد 2 هتكون ايكوالز ل 2. كل ده بيكون ايكوالز الثيتا راديان ملتبلاي هنا ايه الار سكوير. ثيتا راديان ملتبلاي الار سكوير. او استنى 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 ايه هقول لك دلوقتي هقول لك دلوقتي. لو جيت تلاحظ بص بقى الحته اللي جايه دي ايه الهاف هنا هاف ثيتا راديان ثيتا راديان ار سكوير برضو ار سكوير. كل ده بيكون ايكوالز للاريا. كل ده بيكون ايكوالز للاريا. يعني ممكن اشيل كل دول ونعمل بوم سبستيتيوشن الاريا. وفي هنا 4 يبقى ال 4 ملتبلاي الاريا. الاريا مثلا وليكن مثلا الاي ما احنا قال لك في الاول الاساس الاي الاريا هنا بايه يعني هيكون عندك 4a سلام. فالانسر هنا هيكون هنا 4a. دي بقى عايزه واحد ايه يكون ملاحظ كل حاجه. دي عايزه واحد يكون ملاحظ كل حاجه ما يقعش. يبقى هنا بعد ما عملنا بالثيتا راديان عشان قال لي هنا بالايه سنتر الانجل والكلام ده انت ممكن تعمل على فكره بالديجري يعني عادي هتطلع معاك برضو. يعني هتطلع معاك برضو الهاف بالهاف ثيتا راديان ثيتا راديان ار سكوير ار سكوير. يبقى كل ده بايه بالاريا. الاريا اللي هي الايه بس هنا في الريمندر هنا بكام 4 عشان كده قلت هنا ايه 4a. question number 27 بيقول لك ايه هنا the radius of the circle is r centimeter if the perimeter of circular sector of the circle is equal to 2r plus 8. ال perimeter equals 2r plus 8. طب ال perimeter هنا بيكون equals ايه 2R plus ال L هيكون equal to 2R plus ال 8. ممكن انا كنسل هنا ال 2R مع ال 2R فيبقى عندك هنا ان ال L بيكون equal to ال 8. انا عايز ال area of the circular sector. ال area هيكون equal to half multiply ال L multiply ال R يبقى ال half multiply ال 8 multiply ال R. radius اصلا بكام ب R
have الايه بفور هيكون عندك هنا ايه 4R، هيكون عندك هنا 4R. طيب هنا عندنا question number 28. If the ratio between the area of the sector of the to the area of the circle area of the sector to the area of the circle 2 to 5 يبقى 2 over 5 خلاها كده. Then the measure of its angle. الميجر بتاعت الانجل بيكون x degree over 360. على طول كده. عايز الريشيو هتكون x degree over a 360. تعمل بقى ايه كروس مالتيبليكيشن يبقى الاكس ديجري اللي قصر هنا بيكون 5 وهنا 2 مالتيبلاي 360. هتعملها على الكالكوليتر اهيت 2 مالتيبلاي 360 ديفايد 5 يبقى يكون ايكوالز 144 ديجري.